السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نجيو نهضروا على المشكل ديال الترهلات اللي كتوقع للرجال ولكن معظم النساء. المشكل ديال الترهلات كيجي من الريجيم بلا رياضه. الناس اللي كيديروا الريجيم بلا رياضه ما كيطيحوا الوزن ديالهم، كيولي الجسم ديالهم كامل مرهل، وبالنسبه للناس اللي ما كيديروش الرياضه كيولي الجسم ديالهم مرهل. الحلقه ديالهم ان شاء الله غنعطيكم بعض الحركات اللي تساعدكم باش الجسد ديالكم يتشد ونخدموا الغونفورسمون. الحركات اللي غنديروهم يمكن لكم ديروها في الغابه، يمكن لكم ديروها في لاصال، ويمكن لكم ديروها حتى في الدار. الحركات اللي هما ساهلين، اللي غادي نخدموا ديما عضله السكوات اون با وكنتفع الفوق. هنا كنخدم عضله ديال التحت والعضله ديال الفوق. حاول ديما الكرش ديالي قاصحه، وهاد الحركه يمكن لنا نديرها 20 مره ثلاثه المرات. وما تنساش انك خاصك تزاول الرياضه ديالك تقريبا واحد 4 حتى 5 المرات في السيمانه. حاول الحصة ما تفوت ساعة، يمكن لك دير نص دقيقة، يمكن لك دير 45 دقيقة ساعة. ريسبير سوفلي، نهبط لتحت ونسوفلي الفوق. ديما لي جنو ديالي ما تفوت صبع ديال رجلي وندفع. الحركة الثانية كنهبط عاوتاني سكوات وكندفع لي بغا ديالي الفوق. ديما هاد الحركات هادو كيحرقوا ليا بزاف ديال الكالوري، و اون ميم طون كنخدم فيها الدات ديالي كامله. حاول اللي بغا ديالي تبقى مسرحه وكنطلع الفوق. وما كنهبط حاول ندفع بلي طالون ديالي، ولي طالون ديالي يكونوا مغروسين في الارض. معظم الناس كيدفعوا بالصبع ديال رجليهم، وهنا فين كيوقع لهم بروبليم ديال الركابي ديالهم. وهاد الحركه حتى هي 20 مره 3 المرات. الحركة الثالثة، حاول دابا ركبي يبقاو هنا متنيين شوية، نقصح الكرش ديالي، نخرج لا بواطخين ديالي، الصدر ديالي، نخلي لي زيبول ديالي هابطين هكا لتحت، وكنطلع الفوق. سوفلي فوق وغيسبيرون با. واللي بغيتي تحس بها بزاف، حاول طلعها بشوية ونهبط بشوية. طيب. حاول نخرج الهواء الفوق ونجمع لتحت. هنا نديرها 20 مرة تقريبا 3 المرات. أما الحركة الرابعة غادي نخدمو ترهلات اللي كاينة في ليبغا اللي كيعانيو منها معظم النساء. حاول لي زيبول ديالي يكونوا لاصقين، الركبة ديالي تكون شوية متنية، الكرش ديالي تكون قاصحة، والكود ديالي يكونوا لاصقين هنا. حاول نطلع الفوق ونهبط لتحت، وحاول ديما الكود ديالي نخليها ديما شوية فليشي سوفلي وغيسبيغ. حاول ديما ما نجبدش الكود ديالي، سينو يوقعوا لي بروبليم ديال الكود ديالي، يولي يعقروني بزاف. حاول نطلع الفوق ونهبط لتحت، سوفلي غيسبيغ. هنا تقريبا نديرها 20 مرة 3 المرات. وهاد التمارين الرياضية خاصكم ديروها تقريبا من 3 حتى 4 المرات في السيمانة، وتكون مرافقة مع واحد النظام غذائي اللي خاصو يكون متوازن وصحي. نشوفكم في الحلقة الجاية.